توفي بالعهد مع أهلك وقرايبك، توفي بالعهد. الأقربون، الأقربون اللي ضيعناهم، المسلمين اللي ضيعنا بعضينا، بناخد العهود والمواثيق من بعض، ونبقى نقول إيه؟ مش عندك النقطة، روح اشتري في النقطة يا عم، مش هديك، مش هعمل معاك، اللي يعرف بيتي يروح يشتيني، مالكش عندي حاجة. ماليش عندك حاجة في الدنيا، طب وفي الآخرة ما ياخدها منك. طب ما في الآخرة أنت تتمنى في الآخرة كنت تديله عمرك في الدنيا وما ياخدش حسنة واحدة منك في الآخرة. كنت تتمنى تديله كل فلوسك؟ ما هو هشام بن عبد الملك عند الموت قال إيه؟ ولاده قاعدين حواليه كلهم وهو أمير المؤمنين وهيموت. هو فاكر مفيش حد هيموت، كله هيموت. وهتسيب كل اللي معاك. فقعد يبص لعياله كده وهو في مرض الموت بيقول لهم جمع لكم هشام الدنيا، انا جاد لكم هشام بالدنيا وجدتم له بالبكاء. انا جدت لكم بالدنيا بالفلوس، جمعت لكم المال كله، وكل اللي عملتوه معايا ايه؟ قاعدين تبكوا عليا. جاد لكم هشام بالدنيا وجدتم له بالبكاء، وجمع هشام لكم المال وجمعت له ما حمل. جمعت لكم زي ما انتم عايزين، عمارات وبيوت وفدادين وعندي وارصده في البيوت، جمعت لكم كل حاجه، وشقتين ثلاثه وعمارتين ثلاثه وعربيتين ثلاثة، ونسيت طلع حق الغلابة والفقراء، وعملت كل ده وليكم، وفي الآخر سبتوني وحدي باللي أنا عملته وجمعته، ما فيكوش حد هيشيل معايا ولا يقبل معايا، جدت لكم كل حاجة وأنتوا كل اللي عملتوه بتبكوا عليا. افتكر اليوم ده، افتكر اليوم ده اللي انت هتنام فيه على فراش الموت وانت ما وفقتش بالعهود كلها اللي كنا عليها دي. ها؟ افتكر اليوم ده كويس. يبقى هنا الوفاء بالعهد مع الناس او مع المسلمين وذوي القربى. الامر الخامس الوفاء بالعهد مع غير المسلمين. هذين المسلمين برضه وفوا معاك وخد عليك عهد ومواثيق، وف معاهم بالعهد، بالعهد زي المسلم. العهد مع النصران او المسيح او اليهود او اي انسان زيه زي المسلم في العهد. مش هتقول لا ده ماله حلال ناكل ماله، لا ده عرضه حلال وشرفه حلال نغتصبه. اوعى اوعى تعمل كده، ده ربنا هيعاقبك عليه هو اكتر من المسلم، لأن المسلم ممكن يسامحك لكن ده مش هيسامحك. ولذلك العهد اللي بينك وبين الذمي واجب التنفيذ. يبقى غير المسلم زيه زي المسلم في العقد أو العهد أو الوعد. وعدته بشيء على طول. سيدنا الفاروق عمر رضوان الله عنه وأرضاه لما لقى راجل يهودي كبير في السن ماشي بيشحت على البيبان زهق وقال أخذنا منك الجزية وأنت صغير وضيعناك وأنت كبير. ضيعناك لما كبرت وخدنا منك حقنا، طب وفين يديك حقك؟ ما لما قعد يوعظوا الأمير قالوا له إيه؟ قالوا له يا أمير انظر إلى كبير المسلمين أو كبير القوم واجعله أباك، وإلى أوسطهم فاجعله أخاك، وإلى أصغرهم فاجعله ابنك. يعني بص كده، أنت كراجل رئيس أو أمير أو ملك أو كذا، الكبير اللي في القوم اعتبره أبوك، والصغير عنه في السن أخوك، والصغير خالص ابنك، فبر أباك. بر أبوك.
كبير في السن ده بر على روح. احترم الكبير في السن، احترموه، قدروه، ادوا له حقه. احنا مضيعين حق الكبير. النهارده الابن مضيع حق ابوه الكبير، مضيع حق عمه، مضيع حق ياو. ليه مضيع حقوقنا ليه؟ فافعل برك للكبير واحترامك لمن هو اخوك اللي في سنك ده احترمه وقدره. واعطف على ابنك الصغير فيهم ده، اعتبره ابنك، اعطف عليه، اتحنن عليه. بيقول له انت كراجل امير وراء للرعيه دي، الكبير ابوك، اللي في سنك اخوك، الاصغر منك ابنك. شوف انت بتعامل ابوك واخوك وابنك ازاي، وعامل الناس كده. هو كده، ده اللي علمه لنا الاسلام، اللي علمه لنا الدين، ازاي نقدر ونجيب الكبير. انما النهارده كل كبير كلهم شايفين، مفيش واحد كبير بيرضى يتدخل في مشكله، لان عارف